بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية وتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، خامس أيامنا من ضمن هذا الختام المهرجان الكبير والمهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين لسباقات الهجن. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، ثاني اشواطنا في صباح هذا اليوم وشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. الاجذاع والمسافة هي 6 كيلومترات. الحاضرة في صباح هذا اليوم مقدمة الشوط، المركز الأول الذيب يحتل المركز الأول، شعار أحمد بن مهجع البلوي يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل محشوم ووصل أبناء الطايف وشعار بوحقاب يحتل المركز الثاني، سفر بن عقاب بن مساعد زيد الشريف يحضر شعار بوحقاب ويحضر مع محشوم مالك التوفيق ومالك الموفق والأسماء الخطيرة، بينما المركز الثالث القدوم مرحبا يا بن ذروة القادم من دولة قطر الشقيقة، نرحب بجميع الضيوف، يقدم لنا درب عبد الله بن هادي بن سعيد بن ذروة البريدي بن هادي. لا هدوء في هذا الشوط الرئيسي مع انطلاقة درب، ولكن بالكيلة بالكيلة مع المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني وفي طريقه إلى المركز الأول مع انطلاقة الذيب الذيب، وحضر شعار بوسعيد، حضر محمد بن سعيد بن محمد بالكيل العامري القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الخامس. واختتم بالنداء مرحبا يا مالك عناد، وصل بالراية وصل بالراية سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المرية، يحضروا شعارك يا أبو علي، يحضروا على المركز الخامس ومع انطلاقة عناد. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. النداء الأول أتممناه على مسامعكم وما خلف الخمس، يا هي من أسماء خطيرة، يا هي من شعارات مثيرة. العودة إلى شعار بالكيلة، العودة إلى شعار بالكيلة ومع انطلاقة الذيب الذيب يا أبو سعيد، الذيب 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 محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري يقدم لنا الذيب الذيب. خلك ذيب يا الذيب ولكلتك الذيابة يا الذيب يا السلام، بينما المركز الثاني القدوم والحضور من درب درب وشعار بن ذروة وشعار بن ذروة عبد الله بن هادي عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم الحضور من انطلاقة عناد عناد يا أبو علي عناد عناد سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري
يحضر مع انطلاقة عناد على المركز الثالث المركز الرابع. مرحبا يا مالكي، وداع وداع، وصل شعار بن عون، وصل راشد بن علي بن راشد المري يتقدم مع انطلاقة وداع المركز الخامس. وصل شعار الامبراطور، وصل شعار الامبراطور مع مذخور محمد بن علي بن حمد المري. بن قرع يحضر مع مذخور، بن قرع المركز الخامس مع انطلاقة مذخور. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعار بن راية، العودة إلى شعار بو علي، العودة إلى شعار عناد. عناد عناد بدأ يعاند الصدارة، بدأ يعاند المقدمة مع شعار بن راية، مع شعار بن راية. السعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري يحضر مع عناد، يحضر مع عناد. راشد بن علي يتابع يراقب الشعار الكبير، الشعار المثير، شعار بن راية. ولكن بن عون، بن عون خطير، بن عون مثير مع انطلاقة وداع وداع وداع. راشد بن علي بن راشد المري يحضر مع وداع، يحضر مع وداع. وبن ذروة على المركز الثالث، بن ذروة مع درب عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد، بن ذروة البريدية البريدية. وبالكيلة على المركز الرابع مع الذيب محمد بن سعيد، بالكيلة العامرية القادم الحذر والواصل الحذر عبد الله بن علي بن حمد المري يتقدم مع الحذر على المركز الخامس. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الشعار الأورنجي، العودة إلى شعار بن راية وشعار بن عون. يا سلام يا شوط الإجداع، ما هذا شوط الإجداع، شوط امتاع. يا بن عون يا بن عون يقدم لنا وداع وداع وداع. راشد بن علي بن راشد المري مع وداع. وبن راية يحضر على المركز الثاني مع عناد، والحذر يتقدم من مركز إلى مركز وعينه في الصدارة. عبد الله بن علي بن حمد بن علي المري على المركز الثالث يتجاوز على المركز الثاني. بن دروي يتحرك، يتحرك مع درب، يتحرك مع درب. والقادم شعار بو علي مع سكر مطلق بن علي بن عيد الخم علي العنزي يتقدم بو علي. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام يا مالكي وداع، يا مالكي وداع. راشد بن علي بن راشد المري مع وداع، والعصا في البطان بدون أي أوامر بدون أي تعليمات مع وداع. ولكن الحذر، الحذر على المركز الثاني عبد الله بن علي بن حمد المري. ولكن بو علي بو علي بو علي يتجاوز من مركز إلى مركز مع سكر، مع سكر. انطلق مطلق بن علي بن علي العنزي مع انطلاقة سكر. هذا صاحب الشوط الرئيسي، هذا صاحب الشوط الرئيسي في التنشيط. سلام 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 يا ابو علي، سلام مع سكر 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 سكر. مطلق بن علي، يا حلاوة هذا الشوط يا سكر مع الشوط الرئيسي. مطلق بن علي الخم علي العنزي خاطفا نوماس الشوط الرئيسي للقعدان. الاجداع مع شعار مطلق بن علي العنزي، تهانينا والنوماس.
بس لك يا ابو علي والسلام الى القصيم السلام تهانينا والنماس. المركز الثاني الحذر شعار عبد الله بن علي بن حمد بن علي المري. المركز الثالث شعار عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي مع دربه. المركز الرابع الاسماء مع وداع راشد بن علي بن راشد المري. والمركز الخامس شعار مركز الخامس عناد سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري حضر على المركز الخامس مع عناد. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء شوط مثير والشوط الرئيسي للقعدان الاجداع يذهب مع شعار مطلق بن علي العنزي منتزعا نوماس الشوط الرئيسي للقعدان الاجداع. تهانينا والنوماس لك يا ابو علي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل يضيف الشوط الرئيسي. تهانينا والنوماس لك يا ابو علي هذا الفوز والانتصار والتوقيت الزمني لمالك شعاري مسكر شعار مطلق بن علي بن عيد الخم علي النزي. 10 دقائق بدون ثواني وثمانية وسبعون جزء من الثاني. ثانينا الحذر عبد الله بن علي بن حمد بن علي المري. 10 دقائق و 4 ثواني و 40 جزء من الثاني. المركز الثالث درب عبد الله بن عبد الهادي بن سيف بن ذروه بن سعيد بن ذروه البريدي. 10 دقائق 5 ثواني و 82 جزء من الثاني. المركز الرابع وداع راشد بن علي بن راشد المري. والمركز الخامس عناد سعيد بن علي بن سعيد البريس المري حضر مع عناد. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنوماس لمالك سكر مطلق بن علي بن عيد الخم علي العنزي خاطفا نوماس الشوط الرئيسي للقعدان الجداع. تهانينا والنوماس لك يا ابو علي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. تهانينا والنوماس لجميع الفائزين شوطنا القادم وثالث اشواطنا في صباح هذا اليوم. والزميل المعلق المبدع دائما وابدا بدر بن جزا الشمري واصفا ومعلقا على هذا الشوط القادم. مرسل من أجله نصيح عودي لبيها يوم البلد صفيت بشاريبها يوم البلد مالك نرد من لمحيها أبو فهد يا علته بطيبة ونعيد أصايل